أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية في سورة الزلزلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. دكتورة سماح عزب، أستاذ تفسير القرآن الكريم، أهلا بحضرتك. أهلا بك. هذه الآية الكريمة كلنا حافظينها طبعا، ودايما نقول من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن لا، اشرحيها لنا بقى أكتر بعمق. بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لله وصلاة وسلاما على نبيه ومصطفاه. طبعا الآيات دي في سورة الزلزلة اللي هي في جزء عامة، وهي سورة قصيرة بنحفظها ونحفظها لأولادنا، فمهم جدا إن احنا نبقى فاهمين معنى السور القصيرة، خصوصا كمان عشان ولادنا لما حد فيهم يجي يسألنا عن معنى حاجة أقدر إن أنا أجاوب عليه. طيب كل سورة ليها موضوع، الموضوع هنا بتاع سورة الزلزلة انتبه يا أيها الإنسان يوم القيامة سيأتي وما فيش حاجة هتنفعك إلا لعملك ولا تحقرن من المعروف شيئا. يعني ما تقولش ده حاجة صغيرة يعني هيكون ثوابها ايه يعني، ولا برضو تعمل حاجة صغيرة شر وتقول دي هتعدي، كل حاجة محسوبة عليك. نبتدي من الاول، السورة بتقول لنا افتكر يوم ما العالم الموازين بتاعته تضطرب وتختل وتزلزل الارض وترج وتخرج ما فيها من الموتى وكل حاجة، وخرجت الارض اثقالها، كل حاجة هتخرج منها، ويومئذ تحدث أخبارها تنبأ عن كل حاجة حصلت عليها. يعني انتبه يا أيها الإنسان، أنت عليك شهيد، عليك شاهد هيقول أنت عملت إيه، تشهد عليك الأيدي والألسن والأرجل والأرض، فانتبه أنت بتعمل إيه. طيب أستعد لليوم ده إزاي؟ أبتدي أركز في الأعمال حتى القليلة، وإحنا عارفين الحديث اتقوا النار ولو بشق تمرة، لا تحقرن من المعروف شيئا، يعني ولو حاجة صغيرة ممكن ببركة الحاجة الصغيرة دي مع الإخلاص وإن أنت تجتهد إنك تكون ابتغاء مرضات الله يكون ليك خير كبير. وممكن أنت تعمل حاجة شر أنت من وجهة نظرك إنها صغيرة، بس أقول لحضرتك حاجة في الحتة دي، لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من تعصاها. يعني ايه؟ ما تبصش ان هي حاجه صغيره، لا، شوف مين اللي نهاك عنها، رب الكون مالك الملك، فشوف انت بتعصى امر الخالق. القرآن الكريم لن يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الكتاب اللي هو الكتاب، كتاب الأعمال، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كل حاجة، النفس، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بالظبط. فبالتالي يعني بصي، الحياة ممكن تبقى 60-70 سنة، اللحظة محسوبة، اللحظة في الحياة الطويلة دي محسوبة، البصة ممكن تتاخد، البصة، النظرة، الشق التمرة ممكن يقينا من نار جهنم. وبالتالي استصغار الحاجات الحلوة اللي ممكن نعملها لا ما نستصغرهاش، إنما في نفس الوقت ما ينفعش إن برضو نستصغر الذنوب. بالظبط كده. ويعني عارفة حضرتك، خلينا نبص بقى للجانب اللي أنا أجتهد فيه، إن أنا أحاول في كل لحظة من لحظاتي إنها تبقى خير. يعني وأنا ماشي في الشارع كده أذكر ربنا سبحانه وتعالى، أجتهد إن أنا أحفظ القرآن ولو حتى الصور القصيرة، وأقول طول ما أنا ماشي ما هو ذكر وهاخد عليه ثواب. مثلا لو أنا فكرت أساعد غيري بأي حاجة معايا، أبتدي إن أنا أتصدق وأنفق وأفتكر إن الصالحين اليوم اللي ما كانش حد بيجي يخبط على بابهم يطلب منهم مساعده كانوا بيقولوا ايه الذنب اللي انا اذنبته النهارده عشان ربنا يعني يبعد عني الخير ده. فهنلاقي ابواب خير كتير جدا، والانفاق من اهم الابواب اللي لازم نركز عليها. طيب بالنسبه للانفاق، هل في انفاق صغير وبسيط، وفي انفاق بس مستمر، وفي انفاق صغير ومره واحده كل 100 سنه، فدي ايه بقى؟ بص عليك، الاستمرارية وخير الأعمال أدومها وإن قل. فأنا دلوقتي لو جات لي رسالة خير زي رسالة خير من جمعية البر والتقوى، إن في محطات تحلية وفي توصيل المياه على اختلاف الأشكال سواء في الآبار أو في توصيلات المية أو محطات التحلية، ما أقولش أنا ما عنديش إن أنا أساهم في ده، لا، أنا ممكن أساهم ولو بجزء قليل، المهم إن أنا يكون عندي إخلاص وأقول إن يعني أستحضر النية إن ده ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى،
مش قادر ممكن ان انا ابلغ غيري، ممكن اجمع مثلا من العيله من الاصدقاء. مهم قوي كمان ان انا اعلم اولادي الانفاق، وان انا دايما اقول لهم اوعوا تستقلوا بعمل انتوا بتعملوه، القليل على القليل هيبقى كتير. طيب بما انك ذكرتي يعني المحطات التحليه والميه، خلينا نروح نشوف تقرير ونرجع نكمل حلقتنا. هكذا قول الحق تبارك وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. جمعية البر والتقوى جت والناس بتوعها جم علشان يعملوا بحث لأفضل مكان تقام عليه هذه المحطة الجميلة التي تأتي بماء شرابه ومذاقه كالعسل. حبينا نعمل محطة تحلية ودورنا ولقينا المكان المناسب، لكن كيف نقيم عمل خير على أرض الغير؟ وهنا بدأت بهذه الآية: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صاحب الأرض أو المكان قال: أنا أتنافس معكم، أنا صاحب الأرض وأنتم أصحاب المحطة. ومن هنا حدث الخير، صاحب الأرض وصاحب المحطة يشربان يوم القيامة من كأس واحد، ويكون الساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هلموا إلى كأس يحمله رسول الله، ينتظر منكم أن تأتوا لتكونوا حقيقة الأمر، تستحقون أن تقفون لتشربوا من يده. القرآن الكريم ذكر المياه يعني بأنها هي كل شيء في الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. وبالتالي الاستحضار النية، لما آجي يعني أدفع في فلوس المية، في ربنا سبحانه وتعالى برضو بيقول في آية كريمة إنه يعني فلنحيينا حياة طيبة، إنه الناس من عمل صالح من ذكر، لا في ومن أحيا ومن أحياء فكأنما أحيا الناس جميعا. بصي حضرتك، المشاركة في المياه دي من أفضل الأمور. ليه؟ لأن ما فيش حتى يقدر يستغنى عنها. وشوفي حضرتك، جمعيات البر والتقوى مشيت وبحثت في مسافات بعيدة عن العمران، وراحت لفعلا مناطق ما فيش فيها أي مصدر للمية. طب أحيانا بيكون في مصادر للمية بس غير صالحة للاستخدام الآدمي، يعني لو إحنا استخدمناها دي هتجيب لنا أمراض بعد كده، ونبتدي إن إحنا ندور على العلاج. شوفي حضرتك كمان في التقرير قد إيه حصل تعاون وفي تنافس في الخير ما بين اللي هيبني وما بين حد اتبرع بالارض. شوف هنا، هو عمل اللي يقدر عليه، عمل حاجه في ايده ممكن ما كانتش في باله، بس لما لقى اوجه من اوجه الخير قدامه صارع وابتدى ان هو يقول انا هشارك معكم. طيب الاثنين بيفكروا في ايه؟ بيفكروا في الخير اللي هيفوزوا بيه يوم القيامه، زي ما احنا قلنا سوره الزلزله قالت لنا بص دايما للنهايه. والقران الكريم دايما في الكثير من الايات بيقول لنا بص للباقيه، بص ايه العمل اللي هيبقى لك، والاخره خير وابقى. يبقى انا لما تجيلي النهارده رساله خير من جمعيه البر والتقوى بتقول ان في اماكن ما تجيش في بالك وما تقدرش انت تروحها بنفسك، ودي دعوة للخير، ساهم معانا في محطات التحلية اللي هي تكلفتها عالية، وممكن المساهمة فيها تكون باسمك او باسم احد من احبابك فارقوا الحياة، تكون هدية جميلة تبعتها لهم، وخصوصا واحنا داخلين على الايام الفاضلة اللي العمل الصالح فيها فيه خير كبير وثواب كبير، ايام العشر من ذي الحجة. احنا داخلين على ايام العشر من ذي الحجة وايام طبعا العيد، نستعد ازاي؟ شوفي حضرتك، انا اقعد اقول ايه فعلا الحاجه اللي هتبقى لي، ده على مستوى العمل الصالح. اقعد اركز كده انا ممكن اعمل ايه، وايه اللي في مقدرتي، وايه اللي ممكن اساهم فيه مع غيري. بس حاجه كمان بقى، ان صله الارحام لا تنقطع بالموت. يعني مش عشان انا والدتي او والدي رحمهم الله يبقى كده البر انقطع بيني وبينهم، بس اقعد افتكر ان كان في ذكريات بيعملوا كذا في العيد. لا، انا اشوف انا كنت بعمل معاهم ايه وهم احياء، وابتدي اركز ان انا
ابعت لهم الهدية دي توصلهم في مكانهم صدقة جارية باسمهم، دي هي الحاجة اللي هتفرحهم. وانا كده زي ما يكون عارفة في مكانهم عايشين كنت بروح عايد عليهم، انا دلوقتي بعايد عليهم بصدقة جارية، وخصوصا لو كانت في المية دي هيكون ليها ثواب كبير واكيد هتسعدهم وهم في مكانهم. طيب وايه تاني من اعمال نستعد بيها، يعني اعمال روحانية حتى غير اعمال الخير؟ عارفة حضرتك أنا لما أقعد كده أقرأ القرآن الكريم وأبتدي أفكر في التفسير التحليلي وتدبر الآيات، هلاقي القرآن بيدلني على كل حاجة فيها خير. الأول أتعلم إزاي أقرأ وأفهم الكلمات، مخليش الآيات تمر عليا كده. يعني شوفي حضرتك الآية بتاعت النهاردة، فمن يعمل مثقال ذرة، يعمل مش عمله، يعني ايه؟ ما زال مستمر، اللي حضرتك قلت عليه اللي هو الاستمرارية. ذرة يعني ولو حاجة قليلة جدا. تعرف حضرتك يعني سواء أنا ساهمت بالفلوس أو قلت لغيري أو أنا شجعت غيري أو علمت حتى أولادي أو استشعرت النعمة بقلبي، كل دي حاجات أتعود عليها. بقى وأنا داخلة على الأيام دي أول حاجة أخد عهد على نفسي كده إني لازم أفهم كلمات القرآن وما خليهاش تمر عليا. بعد كده التطبيق العملي، أركز في الصلاة إزاي أكون مركز فيها، لو حد فينا لسه بيأثر في أدائها أو بيأخرها عن وقتها، أبتدي أفكر في قيام الليل، أبتدي أحط بند الصدقة ده مش لما يكون في فائض، لا ده اجعله من الاولويات، لان ده خير كبير قوي هشوف اثره مع اولادي في حياتي في التيسير. عارفه كده حضرتك الخير اللي يجي لي ببركه دعاء بظهر الغيب، لما انا كنت ساعدت حد مثلا مسن او خليت فيه بسمه على وجه طفل من الاطفال، يعني مثلا كان القافله بتاع جمعيه البر والتقوى اللي هي حلاوه وشلاتين، عارفه حضرتك كان من الحاجات اللي رايحه لعب اطفال، طب ده ليه؟ مراعاه لنفسيه الاطفال دي وادخال البهجه والسرور عليهم خصوصا واحنا داخلين على العيد. شوفي حضرتك يعني ايه قد ايه التفكير في حاجات ممكن حد يشوفها بسيطه، لا بس شوفي بقى السرور اللي هيدخل على الطفل ده ودعوه امه لكل من ساهم وشارك. وهنا هنرجع تاني لنقطه من يعمل مثقال ذره خيرا يرى. ايوه، فاللي هيشوف حاجه بسيطه لا ما تستصغرهاش، ممكن تبقى كبيره. ايوه يعني حضرتك تخيلي لعبه الطفل دي، يعني ممكن حد كتير يقول لك يعني ده طفل وايه اللعبه اللي هتروح له، لا شوفي حضرتك الجمعيه فكرت ان ازاي البسمه وازاي السرور يدخل على كل الناس بمختلف الاعمار. الطفل ده حضرتك لما هو عرف ان جالي الخير ده هيدعي للي كان السبب، مامته هتدعي، ابوه هيدعي، تفريج الكرب عن رب الاسره. شوفي حضرتك في الانفاق خصوصا ممكن يكون عندنا عده نوايا، اول حاجه تفريج كرب عن رب اسره مش قادر ان هو يوصل الاكل لاولاده، او مثلا مش قادر ان هو يوفر لهم احتياجاتهم، ادي كده تفريج كرب. تخفيف المعاناة في توصيل المية وخصوصا في الحر اللي احنا فيه ده، وطبعا في ايام حر جاية، لما انا اوصل المية واخفف عبء عن ربة منزل كانت بتمشي عدد كبير جدا من الكيلومترات وبتشيل، وخصوصا لو معها طفل، وده شفناه في التقارير، يعني ممكن تكون شايلة الطفل وفي ايدها التانية شايلة حاجة فيها المية والمية تفضل تقع منها وتوصل بيها قد ايه، عارفة حضرتك معاناة كبيرة. فانا لما ربنا يكرمني ويجعلني سبب في تخفيف العبء ده اقعد افكر بقى ربنا الكريم هيعطيني ثواب قد ايه. طيب احنا عندنا صكوك الاضاحي مش عايزين ننساها، هل هي تدخل في يعني تحت مظله ومن يعظم شعائر الله؟ طبعا، لان حضرتك الاضحيه دي سنه مؤكده عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيها ادخال سرور وفيها تفريج كرب، عارفه حضرتك وفيها شكر نعمه. أيوة. ودي مهمه قوي نستحضر هذه النيه، يعني كاني بقول يا رب الحمد لله ان انت احيتني وجعلتني بخير وجعلتني قادر على ان انا اقوم بهذه الشعيره. وطبعا شكر ربنا سبحانه وتعالى وشكر على النعمه، وزي ما احنا عارفين الشكر هو بالقلب ان انا استشعر نعم ربنا عليا، وبالقول ان انا دايما اقول الحمد لله، وبالفعل ان انا اساهم، وخصوصا واحنا داخلين في الايام القادمه على عيد الاضحى وفي ناس حرفيا يعني عارفه حضرتك من غير مبالغه مش بيشوفوا اللحمه غير من العيد للعيد، وخصوصا في الاماكن البعيده. طيب هنا صور للاضاحي المفروض تتذبح، صكوك الاضحيه المفروض كل حد يشارك، مش عارفه بمبلغ 7000 جنيه على ما اظن، هو ممكن يتصلوا بالجمعيه ويعرف بالظبط يشوف امكانياته ايه وايه اوجه المساهمه. المهم ان الانسان يقوم ويبدا
ما يقولش بكره. وطبعا اللي هيساهم بسك الاضحيه يكون بدري، عشان في استعدادات حضرتك، عشان الحاجه توصل لمستحقيها فعلا، وفي ترتيبات هتتعمل، فما يبقاش الوقت على الاخر. وكمان دايما بنقول في فعل الخير الايه بتقول وسارعوا، ما قالتش بس انفقوا او قدموا. وهو ده اللي انا بقوله لحضرتك، احنا لو فهمنا القران حاجات كتير قوي هتتغير في حياتنا. الايه قالت وسارعوا، وقالت كمان يسارعون في الخيرات وفاستبقوا. طيب اللي مش معاه الصك ثمن الصك ومعاه اقل من الثمن، هل كده يبقى ما عليهوش بقى القصه دي ولا ايه؟ يعني ممكن يساهم بايه؟ ممكن يساهم بالتبرع باللحم، ان هو بس مش هتبقى اضحيه، هي مش هتبقى اضحيه، بس برضه هو عمل خير على قد امكانياته. يعني عارفه حضرتك، يعمل اللي يقدر عليه، ما لا يدرك كله لا يترك كله. ايوه، هي دي قاعده فقهيه ولا قاعده عامه ولا ايه؟ هي دي قاعده، اخدت بال حضرتك من الحاجات المعمول بيها في حياتنا. ان لو انا ما قدرتش اعمل كل حاجه، طب اعمل اللي اقدر عليه. ده بقى ايه الايه بتاعت النهارده؟ أيوة. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى. بصي هنا حضرتك الايه كمان قدمت الخير على الشر. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى الاول، وبعدين جه الشر، عشان المفروض الناس تسارع في الخير. المفروض انا افكر في نعمه ربنا عليا، وازاي ان انا اشكر نعمه وفضله، واكون دايما مسارعتي هي في الخير. المفروض يعني الرأي الشرعي انه الذبح يكون اول 3 ايام في ايام العيد الاولى، بس اللي مش قادر او الموضوع صعب عليه او ظروفه ما تسمحش لاي سبب من الاسباب، المجهود مثلا الصحي او اي حاجه، ممكن يساهم بصك الاضحيه. وده طبعا خير كبير، حاجه موجوده، ان انا الموضوع بقى سهل جدا وبقى متوفر. هو يتصل بس بالجمعيه، جمعيه البر والتقوى، وهم بيبعتوا المندوب او بيتواصل معاهم، وخلاص يبقى كده هو ساهم في الاضحيه وتجنب المجهود البدني. كمان حاجه مهمه، ان الاضحيه واللحمه دي بتوصل لاقصى، يعني ابعد مكان، اي مكان في ناس اكثر استحقاقا في كل انحاء الجمهوريه. لغايه بقى حلايب وشلاتين وسينا وكل الاماكن دي، كل الاماكن اللي موجوده في الجمهوريه. يعني بصي حضرتك جمعيه البر والطاقه بتعمل ايه؟ بتعمل من خلال فرق بحثيه، بحث دقيق جدا، فين الحالات اللي هي اكثر استحقاقا. يعني انا لما اساهم يبقى اكون عندي ثقه ان فعلا الحاجه راحه لمستحقيها. ربنا يتقبل من الجميع يا رب. هي الفكره اللي احنا طرحناها النهارده قايمه اساسا على فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى. ان شاء الله ما نعملش، نحاول نتجنب مثقال ذرة من شر، لأنه برضو في آية تانية بتقول أو حديث شريف أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فحتى اللي يتكبر على شيء بشكل صغير جدا ممكن ما يشمش ريحة الجنة يعني. وده برضو حضرتك راجع لإيه؟ إن أنا ما استصغرش حاجة، لا استصغر المعصية ولا استصغر الخير، أجتهد. عارفة حضرتك لما كنا بنقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، كنا بنقول يعني هي شق التمرة دي هتعمل إيه؟ لا، هي زي ما انت فاكر انها مش هتاثر معاك انت عشان انت عندك، لكن حد ما عندوش تماما هتاثر معاه. وعارفه حضرتك كفايه النيه وكفايه الاخلاص، لان كاني بقول يا رب انا اجتهدت وعملت كل اللي اقدر عليه، بس دي امكانياتي، المهم ان انا اجتهدت. جميل، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره سماح عزب، استاذ التفسير وعلوم القران الكريم. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعه، اشوفكم على خير في حلقه بكره باذن الله.